طيب هنكمل النهارده ان شاء الله بقيه الدرس بتاع الاباتشي بتاعنا. لو انتوا فاكرين اخر حاجه كنا اتكلمنا عنها كان الجلوبال كونفيجريشن والمين سيرفر كونفيجريشن. الاباتشي اساسا لو حبيت تقسم الاباتشي كده لثلاث اجزاء او الكونفيجريشن بتاعه لثلاث اجزاء، هتلاقيه بيتكون او كل جزء منهم هتلاقيه مسؤول عن حاجه معينه. الجزء الاولاني هو الجلوبال سيتنجز او الجلوبال كونفيجريشن. الجلوبال كونفيجريشن دي كل وظيفتها في الحياه ان هي بتديفاين الجلوبال سيتنجز او السيتنجز اللي بتابلاي على اي حاجه في الاباتشي، سواء كان بتتكلم على المين هوست او بتتكلم على الفيرتشوال هوستس او على اي حاجه. ماشي، السيتنجز اللي هتابلاي على الاباتشي كله بالكامل. الجزء الثاني هو المين سيرفر كونفيجريشن. الجزء الثالث هو الفيرتشوال هوستس كونفيجريشن. المره اللي فاتت لو تفتكر كنا اتكلمنا على مين؟ الجزء الرئيسي اللي كنا اتكلمنا عليه كان الجلوبال كونفيجريشن والمين سيرفر كونفيجريشن، تمام كده؟ تمام. هنتكلم النهارده كمان، نبدأ نتكلم على الفيرتشوال هوستس، وهنتكلم ان احنا ازاي نينيبل اليوزر دايركتوريز وشويه حاجات كده كمان. فتعالى كده، انا لو بصيت عندي اخر حاجه خالص كنا اتكلمنا عليها هنا، كل ده كومنتد، اللي هو اخر سطر خالص، اخر حاجه خالص، ده مهم جدا بالنسبه لي. اخر سطر ده بيقول لك انا عايز انكلود اي ملف موجود في الدايركتوري اللي اسمها كونف دوت دي استريك دوت كونف. يعني بكل بساطه، ها، وفر عليك بدل ما تحط ملف واحد وترمي لي فيه 200 سطر وتقعد تعذب نفسك في الملف دون، قال لك لا يا عم، رتب الدنيا شويه واعمل لي ايه؟ اي ملف في الدايركتوري اللي اسمها كونف دوت دي ديا ويكون امتداد دوت كونف، ضيفه عندي او اعمل له انكلود كده. من الاخر كانك بالظبط عملت كده اتش تي تي بي دي كونف دوت دي، كان اي ملف في المكان ده، كان اي ملف في المكان ده، ها، كانك كده هو نفس الكونفج اللي موجود جواه اتضاف للملف الرئيسي. بس كل الفرق ان هو رتب عليك الدنيا شويه. هو رتب عليك الدنيا شويه. ماشي كده؟ طيب، حاجة بس عايز أقول لك عليها، إن أي حاجة موجودة في الدايركتوري دي زي ما اتفقنا إن هي كأنها اتضافت للملف الرئيسي بتاع الكونفجريشن لأن اتعمل لها انكلود. ماشي؟ طب لما يتعمل لها انكلود الترتيب بتاعها هيكون إيه؟ ده مهم جدا بالنسبة لك. الترتيب بتاعها هيكون إيه؟ ها؟ قال لك الترتيب بتاعها هيكون ترتيب أبجدي. يعني إيه؟ يعني لو أنت عندك ملفين موجودين هنا الاثنين امتدادهم دوت كونف، ماشي كده؟ واحد بيبدا بحرف الاي والتاني بيبدا بحرف الام، ها، مين فيهم اللي اتعمل له لود الاول؟ مين فيهم اللي اتعمل له لود؟ قال لك اللي هيبدا بحرف الاي الاول. علشان كده يفضل لو انت بتعمل ملف كونفيجريشن خاص بيك، خاص بفيرشوال هوست، او انت عايز تعمل سيتنجز خاصه بيك انت للاباتشي، ها، يفضل لما تيجي تعملها رتبها ترتيب ابجدي. يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن تيجي كده وتقول له 01 داش، بعد كده حط الاسم اللي يعجبك وليكن تيست دوت كونف. جيت حبيت تحط ملف تاني خليه دايما كده 02 داش تيست دوت كونف، ادي له اي اسم بعد كده. طب انا لما حطيت ارقام في الاول هنا وبعد كده حطيت دوت اي حاجه دوت كونف، يعني انا حطيت اي اسم في النص هنا كده، هنا اي اسم يا عم، سميه زعبله حتى مش فارق معاك، اي اسم، محدش هيقول لك انت بتعمل ايه. طب لما حطيت بارقام كده، قال لك ما حطيت انت بارقام كده انت سهلت على نفسك الدنيا. ازاي؟ قال لك لما تيجي تترابل شوت اي مشكله هيبقى بالنسبه لك الموضوع بسيط جدا، هتبقى عارف انت بترابل شوت فين بالظبط. ماشي؟ خلاص؟ فانت حاول دايما تفصل الدنيا، ها، وتخلي الدنيا مرتبه، ولما تيجي ترتبها حاول ترتبها تبجيد، اسف، ترتبها ترتيب ابجدي او ترتيب رقمي يساعدك ان انت تقدر تعمل ترابل شوت لايه؟ للحاجه دي. واضحه النقطه دي؟ ها، حد عنده اي اعتراض على النقطه دي؟ طيب، كلام جميل، ممتاز. نرجع بقى مره ثانيه لايه؟ تعال نخش الدايركتوري دي كده ونبص على اللي موجود فيها. سي دي اي تي سي
httpd.conf.d. عندي شويه ملفات اصلا موجوده. لو جيت بس مثلا منهم على شويه حاجات زي اليوزر داير. اليوزر داير ده عباره عن موديول بيسمح للاباتشي ان هو يسيرف ال HTTP requests من الهوم دايركتوريز بتاعت اليوزرز. فاكر لما قلت لك ان الاباتشي اتكتب فيه حاجات كتيره جدا؟ خلاص شايف. ولما قلت لك ان الاباتشي ده بقى كومباتبل مع اي حاجه تقريبا، اي بروجرامنج لانجوج تقريبا موجوده هتلاقي الاباتشي ممكن يعمل لها سيرف. الاباتشي ممكن يسيرف من بي اتش بي، من بايثون، من بيرل، من روبي. عيش حياتك بقى، شوف انت نفسك في ايه وهتلاقيه اصلا سبورتد مع الاباتشي. الموديولز كتيره جدا اللي موجوده معاه. فواحد من الموديولز دون هو اليوزر داير موديول. اليوزر داير موديول ده بيسمح للاباتشي ان هو يسيرف ال HTTP كونتنت، او يسيرف ال HTTP كونتنت من الهوم دايركتوري بتاعت اليوزرز. ماشي كده؟ ماشي تمام. تعال نرجع كده عندنا هنا للفيرتشوال ماشين بتاعتنا اللي هي كانت السيرفر دي. تعال نبص عليها كده. انا كان عندي هنا اصلا اليوزرز اللي كانوا موجودين، او انا اصلا مش محتاج، انا ممكن اروح للترمينال على طول بشكل مباشر. الترمينال عندي، انا كان عندي كمستخدم هنا يا سيدي اي تي سي باسورد كده. عندي هنا يوزر اسمه مصطفى موجود هنا هون. حلو جدا. تعالى كده نجرب على اليوزر ده ونقعد نعذب نفسنا معاه شويه. مصطفى عايز يهوست ال HTTP كونتنت بتاعه، تمام؟ مصطفى ده عايز يسيرف ال HTTP كونتنت. الاول الموديول ده باي ديفولت هو ديسيبلد اساسا. تعالى كده فيم يوزر داير دوت كونف ده هو باي ديفولت ديسيبلد. انا ممكن اعمل له انيبل. لو عايز تعمل له انيبل كل اللي عليك تعمله هتعمل ايه؟ قول له بس شيل ديسيبل دي وقول له انت هتسيرف منين. وباي ديفولت السبيشال كيس او الدايركتوري لو انت خليت اسمها بابليك اندرسكور اتش تي ام ال اهون، هو اصلا دي كومنتد. انا بقول له هنا بدل ما هو ديسيبل اديته اسم الدايركتوري. هتلاقي تحت هنا كده عامل لك دايركتوري ستيتمنت وبيقول لك اي حاجه موجوده في المكان اللي اسمه هوم، بعد كده اسم اي يوزر، بعد كده اسم الدايركتوري بابليك اندرسكور اتش تي ام ال، اداله اوبشنز، الاو اوفر رايد، اوبشنز وريكواير. ماشي. المهم ان بكل بساطه خلينا هنتكلم على ده كمان شويه كده، نتكلم على الجزء الخاص بالدايركتوري دي وايه الحاجات دي، كل واحده فيهم بتعمل ايه. المهم ان هو بكل بساطه انا سمحت للاباتشي ان هو يقدر يسيرف مين؟ الدايركتوريز اللي اسمها بابليك اندرسكور اتش تي ام ال. طب هو انا كنت لازم اسمح للاباتشي ان هو يسيرف من الدايركتوري اللي اسمها بابليك اندرسكور اتش تي ام ال دي اللي موجوده لكل يوزر عندك، شايف استريك معناها لكل اليوزرز؟ ها، هو انا كنت لازم اسمح لها؟ ايوه. لو رجعت تاني كده الملف المين كونفجريشن، الملف الرئيسي دون، لو انت كنت رجعت له هنا كده، تعالى ننزل تحت كده، كان في عندك هنا دايركتيف بسيطه جدا كانت بتقول لك ايه؟ ارجع مره ثانيه. شايف دي دايركتوري اللي اسمها سلاش، كان بيقول لك ريكواير اول دينايد. يعني ريكواير اول دينايد دي بكل بساطه بتخلي الاباتشي ديناي اكسس لاي حاجه عندك على الفايل سيستم. يعني حتى لو انت كنت عملت انيبل الموديول ده من غير ما تقول له انا لما اعمل لك انيبل انت المفروض تسيرف انهي دايركتوريز، عمر الاباتشي ما كان هيقدر يقرا اي فايل من على الفايل سيستم من غير ما تحدد له المكان اللي هيقرا منه ده. وضحت؟ يبقى باي ديفولت الاباتشي بيديناي اي ريد اكسس او بيديناي اي اكسس عندك لاي مكان في الفايل سيستم ما عدا الاماكن اللي انت هتقول له ايه؟ ها؟ اعمل لها سيرف. شايف؟ هنا كنت قايله المكان اللي اسمه var www ده require all granted. يعني ايه؟ يعني انا بسمح لك يا اباتشي ان انت تقرا اي حاجه من المكان اللي اسمه var www. وبالمناسبه عشان تعمل حاجه زي كده رجعنا مره تانية للملف اللي اسمه يوزر داير وقلت له المكان ده هو كمان اللي اسمه هوم،
لاي مستخدم public underscore html. ها اعمل ايه؟ اعمل allow ان هو يسير الملفات منه. وصلت؟ طيب لو انت كنت عايز تسيرف الملفات ليوزر معين، شيل الاسترك ده وحط اسم اليوزر. طب لو عايز تحط اليوزر تاني، خد كوبي بيست للدايركتري ستيتمنت دي كلها واعملها باسم اليوزر التاني. يبقى باي ديفولت الاباتشي ها هيسمح لاي يوزر ان هو يسيرف ال HTTP كونتنت بتاعه. خلاص كده؟ تعالى كده نجرب. احنا كده عملنا انيبل اهو الموديول، شلنا كلمه ديسيبل واديته المكان اللي هيسيرف منه من الفولدر اللي اسمه public underscore html. اعتقد ان احنا كده جاهزين. فاضل لي بس كمان ان انا اعمل كده SEO لليوزر اللي اسمه مصطفى. المفروض مصطفى ده يعمل mk داير ويسميها بنفس الاسم اللي نحط في ملف الكونفجريشن، والمفروض يكون public underscore html. تعال نخش الدايركتوري دي، وتعالى كده نقول له vim public underscore vim index.html. وتعالى خلي الراجل ده يبدا ايه يحط كده this is مصطفى's html content served by apache. شكرا، خلصنا احنا كده. خلصنا، فاضل لي بس في حاجه معينه عندي اللي هي ايه. ارجع مره ثانيه هنا كده سي دي كده ال اس داش ال. اهم حاجه بس باكد لي والنبي الله يكرمك ان في ريد واكسكيوت بيرميشن على الدايركتوري دي. باكد لي ان في ريد واكسكيوت بيرميشن على الدايركتوري دي. خلاص ليه؟ لان الاباتشي محتاج يقرا الدايركتوري دي، صح؟ فلو الاباتشي معهوش ريد بيرميشن ولا اكس بيرميشن، اكس معناها ادخل جوه الدايركتوري دي، او انت هتقدر تدخل جوه الدايركتوري دي. طب ريد بيرميشن معناه ان هو يقرا الكونتنت من الدايركتوري دي. فانت اتاكد لي بس ان انت عندك 7 5 5. الحاجه الثانيه كمان لسه في خازوق ثاني انت مش واخد بالك منه، ال اس كده السلاش هوم، وبص لي كده على الهوم دايركتوري بتاع الراجل اللي اسمه مصطفى ده ال اس داش ال سلاش هوم. بص لي كده مصطفى، ها بص لي كده الاذر عندهم ايه بيرميشنز على الدايركتوري بتاعته. ها ما عندهمش اي حاجه. طيب معنى كده ان انا ممكن عشان احل المشكله دي انا ممكن اقول له كده سي اتش مود الاذر بلس اكس لهوم مصطفى. عارف ده انا عملت ايه؟ خليت الاذرز اللي هو الاذرز بالنسبه لي اللي هو اي يوزر تاني اللي هو من ضمنهم مين يا عم الحاج؟ اللي هم من ضمنهم الاباتشي. يعني انا كده بكل بساطه قلت خلي الاباتشي يبقى من حقه ان هو يعمل ها، او من حقه ان هو يكون له اكس بيرميشن على الدايركتوري. خليك فاكر اكس بيرميشن معناه ايه؟ ها اكس معناه للدايركتوري معناه ايه؟ يعمل سي دي جوه الدايركتوري دي. ماشي كده؟ طيب معنى كده الدايركتوري من بره خليت عليها اكس بيرميشن، يبقى الاباتشي يقدر يعمل لها سي دي. انا كده يعتبر خلصت خلاص، فاضل لي بس اعمل سيرفيس اتش تي تي بي دي ريستارت او سيستم كنترول ريستارت اتش تي تي بي دي. خلاص بيقول لي هنا اوثنتيكيشن ريكوايرد، وطلع عندي خازوق هنا ليه؟ لان انا بحاول ريستارت السيرفيس وانا يوزر عادي. انا هعمل اكزيت من الكلام دوت. خلاص الاباتشي اتعمل له ريستارت من غير اي مشاكل اهو، ما طلعليش اي ايرور، ما طلعليش اي حاجه خالص. لو جيت اقول له كده سيستم كنترول ستاتس اتش تي تي بي دي، لو بصيت كده كويس هتلاقي الاباتشي دلوقتي بقى ماله ها اكتف وراننج. ده معناه ان مفيش عندي اي مشكله في الكونفجريشن. فاضل لي بس اروح اتست الاباتشي واستنى اما اشوف الانفجار اللي هيحصل في وشي دلوقتي. تعالى هنا كده ايه نروح نتست يا سيدي. فين الفي ام وير ورك ستيشن؟ تعالى لي هنا. كويس عندي مكنه ويندوز موجوده اهي، هتست منها. هعتبر دي الكلاينت ماشين اللي هو الراجل اللي هيكونكت عليها في الاخر.
اهي ادي المكنه دي يعتبر قامت اهي. ماشي كده؟ والله ما انا اللي قفلتها، اللي قفلت لوحدها حتى ما لمستهاش. طيب تعالى كده نجرب نفتح. تعالى هنا كده نروح للاي بي بتاع السيرفر بتاعي 192.168 كان 21.133 الاول. تعالى لي هنا كده، تعالى كده اشوف انا اقدر اعمل بنج على السيرفر ده ولا لا. بنج لي كده 192.168 21.133 قادر اعمل بنج، ده معناه ان الدنيا عندي زي الفل. طيب شكرا، انا كده هبدا اجرب. عشان ابدا اجرب الكونتنت زي ده هقول له انا عايز اروح للهوم دايركتوري بتاع الراجل اللي اسمه مصطفى. بس كده شايف علامه التلده اللي في الاول دي؟ ما تنساش العلامه دي. بعد كده اسم اليوزر كده بقول له يا اباتشي والنبي اعمل لي سيرف لمين؟ ها، لملفات ال HTML اللي خاصه بالراجل اللي اسمه مصطفى نفسه. وهوبا لو ضغطت انتر هيطلع ينفجر في وشك دلوقتي، وهيطلع يقول لك فوربيدن. استنى يا عم الحاج، عندك في مشكله موجوده. ليه في مشكله موجوده؟ لان انا عندي الاس اي لينوكس او السي لينوكس انيبلد، خلاص كده. فانت لو جيت قلت له كده سي ستيتس كده، عندي السي لينوكس حالتها انفورسنج، ده معناها ان هي بتبروتكت السيستم عندك. وهنتكلم على الاس اي لينوكس ان شاء الله ان شاء الله المره الجايه او السيشن الجايه بعد الاباتشي على طول. يعني لو ربنا كتب لنا عمره وخلصنا الاباتشي النهارده هنبدا نتكلم على الاس اي لينوكس. مؤقتا مؤقتا للنهارده بس كده انا هعمل سيت انفورس بزيرو، هخليها بيرميسيف بدل ما هي انفورسنج. خلاص دلوقتي بقت بيرميسيف اهي، الاول كانت انفورسنج. ماشي، ولو جيت حاولت تعمل ايه؟ لو جيت حاولت تخش من الاباتشي المره دي هيعمل لك الاو. معنى كده ان الكونفجريشن بتاع الاباتشي نفسه كان مظبوط، لكن المشكله فين يا عم؟ ها، المشكله في الاس اي لينوكس هو اللي مسبب لي خوازيق عندي. ماشي، ليه الخوازيق دي بتحصل وهنحلها ازاي؟ ده خليها لبكره او للسيشن الجايه، هتعرف ازاي تحل المشاكل دي. مؤقتا بس هنخليها بيرميسيف، اتفقنا؟ ماشي كده؟ ها، طيب في بعض الحاجات الثانيه اللي عايز اقول لك عليها. مثلا ان لو جيت هنا كده وعملت ليست هتلاقي بعض الموديولز كمان انيبلد، مثلا زي المانيوال موديول. فاكرين لما عملت انستول ال HTTP دي مانيوال RBM-QA؟ لما عملت انستول ال HTTP دي مانيوال فاكرين؟ ها، ايه ال HTTP دي مانيوال ده؟ ال HTTP دي مانيوال ده عباره عن موديول بينستول المانيوال بتاع الاباتشي سيرفر نفسه. تمام كده؟ طيب هيفيدني في ايه يا عم؟ هيفيدك ان انت في اي لحظه لو حبيت تكونفيجر اي حاجه ممكن تروح المانيوال ده تقراه، تاخد الكونفيجريشن كوبي بيست وتريح دماغك، هيسهل عليك الدنيا جدا جدا جدا. كل الدايركتيفز بتاعت الاباتشي سواء اللي هقولها لك او اللي مش هقولها لك، كل حاجه الاباتشي اي حاجه عملوها فيه هتلاقيها موجوده فيه. هتقول لي طب هو موجود فين؟ هقول لك هتلاقي المانيوال ده هتلاقيه موجود في var www، هتلاقيه موجود قبل اي حاجه تعال بص كده على الملف كده vim manual، وهتلاقي موجود فيه هو بيسيرف ملفات منين. المانيوال بتاعك لما تعمل له انستول، ها اتعمل له انستول فين؟ ها شايف في يوزر شير HTTPD manual. تمام كده؟ طيب لو جيت رحت كده يوزر شير HTTPD manual، شايف دي كل الملفات اللي موجوده المانيوال بتاع الاباتشي عندك. طيب كلام جميل، تعالى كده نرجع للملف او نرجع كده للمكنه الويندوز. لو حبيت تروح ال HTTPD manual دون، ده هيفتح لك الاباتشي مانيوال اهو قدامك اهو بالمختصر المفيد. لو حبيت تستخدم المانيوال دون ها وتعمل اللي انت عايزه، اليوزر جايد بتاعك، الكونفيجريشن فايلز بتاعت الاباتشي فين، الكونفيجريشن سيكشنز اهي ممكن تفتحها، هتلاقي عندك بالتفصيل ممل موجود في كل واحده.
بقى عندك كمان بالكونفيجريشن بالديسكريبشن بتاعه. ها شايف؟ واضحة النقطة دي؟ على مثلا ال SSL او TLS encryption ازاي مديك كمان شايف configuration how to ازاي to configure ايه الاباتشي عندك. شايف الدلع يعني مش مخالف نفسك حاجة بصراحة يعني. ماشي. او by default الموديول ده enabled بالمناسبة. by default هو enabled. مين تاني يا سيدي؟ اعتقد ان كده كفايه جدا. فيم كده ويلكم دوت كونف ده مين اللي موجود فيه؟ هتلاقي فيه هنا الاندكس اللي موجوده عندك. عامل لك شويه الياسز. طيب كلام جميل. عايزين نتكلم على الجزء الخاص بقى بالفيرشوال هوست. ازاي اخلي الاباتشي عندي؟ ازاي اخلي الاباتشي يسيرف اكتر؟ اكتر من ايه؟ محتاج اخلي الاباتشي بتاعي يسيرف اكتر من ويب سايت. ماشي. اعملها ازاي؟ اقول لك الموضوع بسيط جدا. ممكن نبدا نعملها دلوقتي حالا. بما ان احنا هنضيف كونفيجريشن فانا دايما بفضل ان الكونفيجريشن بتاعي يكون ايه؟ ها انا دايما بفضل الكونفيجريشن بتاعي يكون سيبريت لوحده بدل ما احط كل حاجه في نفس الملف وبعد كده لما اجي ترابل شوت اعذب نفسي ويطلع عيني وعين اللي خلفوني على الفاضي. فانا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن اجي هنا كده واقول له فيم 01 داش vhost.conf. ده الفيرشوال هوست الاولاني اللي موجود عندي. ماشي كده؟ طب لو جيت حبيت اعمل فيرشوال هوست ثاني، ها لو جيت حبيت اعمل فيرشوال هوست ثاني هعمل ايه؟ هعمل ملف جديد واسميه 02 vhost.conf. طب واحد ثالث 03 vhost.conf. ماشي كده؟ طيب كلام جميل. افتح كده الملف ده. ملف جديد لسه ما فيش فيه اي حاجه خالص. ممكن ابدا اكونفيجر مين الفيرتشوال هوست ده. ماشي. ممكن نسميه باسم الدومين رينج. خليك فاكر انا ما قلت الكاش اي ريستريكشن على الاسم. انا قلت لك الاسم ممكن يكون اي حاجه بس رتب الدنيا. دي نصيحه بالمناسبه، انت مش مضطر ترتب الدنيا كمان، انت ممكن تسيبها ملعبكه اي اسم عندك كده في اي اتجاه. يعني عندك فيرتشوال هوست اسمه مصطفى، واحد تاني اسمه زعبله، واحد تاني اسمه حسنين، مش فارق معاك ولا فارق معاك في اي حاجه، ولا حد هيقول لك انت بتعمل ايه، ده ليك انت. كل المهم ان اسم الملف يكون امتداده دوت كونف، دي اهم حاجه، بس الاسم مش فارق معاك حرفيا. خلاص؟ ده ليك انت بس حاول تخلي الدنيا مرتبه شويه. طيب، الاباتشي يا سيدي ممكن يديك فيرتشوال هوستس باكتر من طريقه. الطريقه الاولانيه اسمها ها نيم بيست فيرتشوال هوستس. خلاص؟ النيم بيست فيرتشوال هوستس دي بسيطه جدا، كل فكرتها قايمه على ايه؟ ان الاباتشي بتاعك ها هيسمح ان يكون في اكتر من ويب سايت يتعمل له سيرف من نفس المكنه، بس لما تيجي تعمل سيرف هيبص على الاسم بتاعهم المطلوب ايه. يعني لو انت طلبت من الاباتشي السيرفر اللي اسمه www.mustafa.com هيخلي الاباتشي بتاعك يسيرف من دايركتري معينه، ولو طلبت من نفس السيرفر www.mahammad.com هيسيرف من دايركتري تانية. معنى كده ان كل ويب سايت هيكون له دايركتري خاصة بيه، الدايركتري دي فيها ملفات ال HTML او ملفات ال PHP اللي خاصة بالسيرفر دوت. ها وضحت؟ دي الطريقة الأولانية اللي هي النيم بيزد. يبقى الأباتشي هيستخدم نفس الأي بي أدريس، نفس الإنترفيس الكونكشنز جاي من عليه، بس هيفرق بينهم وبين بعض عن طريق النيمز. هيشوف النيم جاي إيه، وبعد ما يبص على النيم دون يقول اليوزر ايوه انا هعمل لك سيرف من المكان الفلاني من الدايركتوري الفلانيه، او هعمل لك سيرف من الدايركتوري الفلانيه بناء على الكونفجريشن بتاعه. الطريقه الاولانيه اي بي بيزد فيرتشوال هوست. الاي بي بيزد فيرتشوال هوست دي بسيطه جدا جدا هي كمان. افتراضها ان كل او الاي بي ادرس لو اليوزر جاي لاي بي ادرس معين هخليه اعمل له سيرف من دايركتوري معينه. ماشي. الحقيقه ان دي ممتازه جدا، بس دي بتكون سهله جدا او بيكون التطبيق بتاعها سهل وابسط في الـ في اللوكال انفايرمنتس. خلاص. ما بتكونش فليكسبل قوي قوي في الحكايات البابليك انفايرمنتس دي، لان البابليك اي بي ادريسز عددها قليل جدا.
فتخيل انت لو عندك 10 فيرتشوال هوست انت محتاج لهم 10 بابليك اي بي ادريسز. طبعا الكلام ده مش براكتيكال ابدا في ريال وورلد انفايرمنت، اعتقد ده مش براكتيكال اساسا. فبيكون الافضل بالنسبه لك ساعتها تستخدم النيم بيست فيرتشوال هوست، مش كده؟ طيب كلام جميل، تعال نجرب دي ونجرب دي، والله مش هنخسر حاجه. عشان نجربها محتاج ابدا احدد الفيرتشوال هوست بتاعتي. في حاجه بس كمان عايز اقولها، اللي هو الديفولت فيرتشوال هوست. تعال نبدا واقول لك على الحكايه اللي عايز اقول لك عليه. ايه موضوع الديفولت فيرتشوال هوست ده؟ خليك فاكر دايما لما انت بتيجي تبدا الفيرتشوال هوستس، ها بتبدا على طول، دايما على طول بتبدا بحاجه اسمها فيرتشوال هوست. خليك دايما لما تيجي تبدا او لما تيجي تبدا تكتب الفيرتشوال هوست، الكلمه الاولانيه في كل اول كلمه، اسف، الحرف الاولاني في اول كل كلمه لازم يكون كابيتال، شايف اهو. وزي ما بدات الفيرتشوال هوست، انهي الفيرتشوال هوست ده بتبدا بيه، انهي. طب هتنهي ازاي؟ حط بس سلاش في الاخر، اسف، سلاش في الاول في اخر السطر، سلاش في الاول في السطر الاخير، وفي النص ما بينهم ابدا حط الدايركتيفز اللي موجوده هنا، ابدا املى بياناتك هنا اللي انت عايزها. ها؟ وضحت؟ طيب، في عندك كده سبيشال دايركتيف اسمه كده بكل بساطه، اسمه اندرسكور ديفولت اندرسكور. وده يعني عايز اقول لك، ها ده فيري سبيشال دايركتيف بيخلي الاباتشي سيرفر بتاعك او بيسيرف الديفولت ويب سايت بتاع الاباتشي. يعني ايه؟ يعني لو انت عملت انيبل للديفولت فيرتشوال هوست هنا كده، عارف ده معناه ايه؟ ده هي اوفررايد المين سيرفر كونفيجريشن. خليك فاكر الحكايه دي، ده فيري سبيشال دايركتيف اللي هو اندرسكور ديفولت نقطتين 80 ده، مش كده وبس. وفي عندك واحد تاني كمان اسمه استريك. استريك ده معناها اي حاجه، اي اي بي. استريك 80 معناها ايه؟ ها، اي اي بي ده برضه هي اوفررايد مين؟ الديفولت سيرفر كونفيجريشن. فبراحتك، عايز تخليها بالشكل ده، عايز تخليها اندرسكور ديفولت اندرسكور، براحتك زي ما انت عايز. خليك فاكر دايما لو انت عملت له انيبل هي اوفررايد المين سيرفر كونفيجريشن. يعني كده المين سيرفر ايه ماله؟ مع السلامة، باي باي، ماشي. ممكن اقول ان المين سيرفر بتاعي الدوكومنت روت. الدوكومنت روت ده المكان اللي بيشوف مين، او اللي بيخلي الاباتشي ها يسيرف منه فين. بلاش بار، خلينا نعملها كده اس ار في، وخلينا نسميها مين دبليو دبليو دبليو، خلاص كده. طيب الحاجة التانية قلت له، ممكن أقول له كمان كده الكاستم لوجز بتاعتك. ممكن أخليه يا سيدي في الدايركتري اللي اسمها لوجز. أعتقد كانت سمول، صح؟ هي فار، في لوجز. خلينا أسميها لي كده الديفولت في هوست دوت لوج. بس كده كده كانك لغيت var www.html. كده var www.html كانها اتلغت بالظبط، ماشي. تعال هنا كده اروح اعمل لي كده كاتلو، وتعالى كده هضطر ان انا اعمل دايركتري جوه src، هسميها مين www mk داير. بما ان مفيش مين اصلا، فانا ممكن استخدم داش بي، وبعد كده اقول له كده فيم اس ار في مين دبليو دبليو دبليو، وخلينا نسميها اندكس دوت اتش تي ام ال. وتعالى لي هنا كده يا سيدي، يمكن اقول له كده ديفولت سيرفر HTML
فايلز. خلصت انا كده، ممكن اجي اعمل اقول له سيرفيس اتش تي تي بي دي ريستارت. في عندي مشكله في الـ في الـ في, في الاباتشي سيرفيس. تعالى كده اقول له سيستم كنترول ستاتس اتش تي تي بي دي، وتعالى هنا كده نشوف المشكله موجوده فين. بيقول لي سنتاكس ايرور هنا ان لاين مش عارف كام. تعالى كده نكبر دي. بيقول لك السطر رقم 3 في سنتاكس ايرور هنا. تعالى كده نشوف السطر رقم 3. فيم 01 في هوست 1 2 3. كاستم لوج. انا ممكن اجي هنا كده عشان احل المشكله دي، واجي في الاخر اقول له كومبايند، يعني ضم لي كل اللوجز مع بعض. تعالى لي هنا كده واعمل ريستارت مره ثانيه. اشتغل اهو. تعالى كده نشوف السيرفيس بتاعتنا، خلاص بقت اكتف ورانين. طيب تعالى لي هنا كده نروح للمكنه الويندوز اللي موجوده. راحت فين الحاجة زعبولة دي؟ بصوا لي هنا كده، الأول الأباتشي كان بي إيه؟ في عندي هنا حاجة، الأباتشي كده لسه بيسيرف من فيم فار دبليو اتش تي ام ال هنا، كان عندي اندكس دوت اتش تي ام. ايوه ممتاز ممتاز، انا كده عرفت فين المشكله. بص لي هنا كده، لو انت جيت، لو انت فاكر كويس، تعالى كده موف الملف اللي انا عامله اللي اسمه 01، خلوا لي بنفس الاسم بس شيل دوت كونف منه. معنى كده ان الملف ده ما عادش له اي قيمه، خلاص الملف ده ولا كانه موجود دلوقتي. بص لي كده ايه اللي حصل عندنا اهو. عملت ريستارت للسيرفيس، جيت للمكنه الويندوز كيوزر وجيت حبيت اعمل ريفرش، قال لي تيستنج سنتوس اباتشي سيرفر. عارف دي جت منين؟ ها، من فار www html. شايف اهو، ايه ده؟ معنى كده ان المين سيرفر اشتغل، او المين سيرفر هو اللي شغال. فاكر المين سيرفر اللي عملناه المره اللي فاتت هو اللي شغال؟ ايه يا عم ده؟ امال لما انا عملت ضفت الملف، ما طلعليش ليه ملف ال HTML ده؟ عندي ستارت كده الاباتشي، انا دلوقتي متوقع اللي يطلع لي دلوقتي مين؟ ها، اللي يطلع لي الرساله اللي اسمها ديفولت سيرفر HTML فايل، مش الرساله ديت. انا مستني ديفولت سيرفر HTML فايل، ها ده اللي انا مستنيه. لو جيت عملت ريفرش مش هتطلع لي. عارف مش هتطلع لي ليه؟ طلع لي صفحه التستنج، كانه بكل بساطه بيقول لك يا عم الحاج انا مش قادر اقرا ملف ال HTML اللي انت ضفته ده. عايز يقول لك يا حاج ابوس رجليك. حد عنده اي تفسير ليه ما رضاش يقرا ملف ال HTML ده؟ ها، حد عنده اي تفسير؟ ها، لا لا، ايه البرميشن بتاع الاباتشي؟ حدد لي كده اديني. ها، مستنيها منك. هيقول محتار يقرا بين الاثنين. يا راجل حرام عليك، ده انا لسه قايل لك من شويه، لو انت عملت الفيرشوال هوست وحطيت له فيها ديفولت وقلت له لسن على بورت 80، ولا تعال نفتح كده الملف ده تاني، ولا قلت له استرك نقطتين 80 كده هي اوفر رايد الديفولت سيرفر.
يوزر داير مين بس يا عم الحاج؟ لا والله مش اليوزر داير خالص، مش اليوزر داير. ارجع تاني كده ملف الكونفيجريشن بتاع الاباتشي عندك، فيم اي تي سي اتش تي تي بي دي كونف اتش تي تي بي دي دوت كونف. ده مين ده يا عم الحاج؟ اقرا كده السطر ده. السطر ده بيعمل ايه؟ ها بص له كده كويس. السطر ده بيبنى الاباتشي انه يقرا اي دايركتري من الفايل سيستم بتاعي. معنى كده ان انا لو انا ضفت دايركتري بايديا وقلت له يسيرف الدايركتري دي، لازم اروح للاباتشي اقول له النبي يا عم الحاج اسمع، وانت مسموح لك ان انت تقرا من الدايركتري الجديده دي. معنى كده ان انت كنت محتاج في الملف دون تعمل ايه؟ تيجي تحت هنا كده وتقول له ان الدايركتري اللي اسمها اس ار في مش عارف مين دبليو 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 دي مسموح لها ان هي ايه؟ تتقرا خلاص. فانت كنت المفروض تيجي هنا كده زي ما بداتها انهيها، الدايركتري اللي عندي اسمها ايه؟ اهي انا محددها فوق اس ار في مين دبليو دبليو دبليو. انت محتاج تعمل لها ايه يا حاج؟ في عندي هنا اي زياده اعتقد صح؟ دايركتري ايوه المفروض اخلي الاكسس بتاعها جرانتد صح؟ فاقول له هنا ريكواير اول جرانتد. انا مدي للاباتشي اكسس على الدايركتري دي بس كده شكرا. رايت كوت خلصت انا كده. تعالى نعمل سيرفيس اتش تي تي بي دي ريستارت. ماشي تعالى نرجع مره ثانيه المكنه الويندوز بتاعتنا الظريفه دي، وتعالى كده نريفرش. ها شفت لي ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ امال فين يا عم الصفحه الثانيه اللي كانت من فار دبليو 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 اتش تي ام ال؟ قلت لك ما خلاص بقى طالما انت عملت الديفولت سيرفر كونفيجريشن ايه اللي حصل له؟ ها اوتوماتيك بيأوفر رايد مين يا حاج؟ المين سيرفر كونفيجريشن. ها وضحت النقطه دي؟ خليك فاكر الحكايه دي لان ناس كتيره جدا بينسوا الحكايه دي وبيقعدوا يشدوا في شعرهم. هو الموضوع بسيط جدا، مفيش فيه اي اختراع ولا فيه اي فكره ذكاء. ها ماشي طيب كلام جميل. حبيت تعمل فيرتشوال هوست جديد يا سلام، بس كده عينيا الاثنين. كل اللي عليك تعمله هيبقى الموضوع بسيط جدا واسهل مما تتخيل. تعال نعمل فيرتشوال هوست وفيرتشوال هوست كمان بعدها. تعالى هنا كده نقول له ايه ال اس كده 01. تعالى كده هعمل ايه كوبي كده ل 01 وخليه لي 02 او خليه لي 01 برضه زي ما هو. وتعالى هنا كده هسميه 02 في هوست دوت كونف. وتعالى ممكن اقول له كده فيم 02 في هوست دوت كونف كده زي ما هو بالظبط، مش هغير اي حاجه. بس المره دي هقول له انت بدل ما هتجيب من مين؟ من الدايركتوري دي، انا هخليك يا عم فيرتشوال هوست. معناها ايه؟ ان انا هخليك تجيب من الفيرتشوال هوست الاولاني اللي هسميه وليكن وليكن www.zabulla.com. www خلاص. وتعالى هنا كده نسميها زعبولا في هوست، اسم اي ويب سايت بقى مش فارق معاك الاسم بتاعه مين خلاص. وتعالى هنا كده برضو هديله بيرميشن على مين؟ ها على الدايركتري اللي هيجيب منها ملفات ال HTML. خلصنا كده. فاضل لي بس شويه حاجات هنا ممكن اضيفها اللي هي مين ده الدوكمنت رود. ممكن اقول له هنا كده كمان الاسم بتاع السيرفر. لازم اضيف بقى شويه حاجات جديده هنا بما اني بستخدم النيم فيرتشوال هوستنج. السيرفر نيم بتاعي سميه لي www.zabulla.com خلاص. ممكن اضيف شويه حاجات كده كمان زي مثلا
السيرفر الياس سميهولي زعبولة.com. خلاص يعني لو حد جالك الاسم ده او الاسم الكامل بتاعك www.zabula.com، الاسم الكامل بتاع السيرفر او اسم الدومين، اعمل لهم سيرف هما الاثنين منين؟ ها من المكان بتاع الدوكمنت روت بتاعك. ها وضحت؟ وضحت؟ طيب كلام جميل. انا كده اعتبر شبه خلصت، ما اصلي بس ان انا كريت مين. تعالى كده ناخد دي كده كابي، وتعالى فيم كده وخلينا نسميه index.html لسبب ما الاول ما عملتش دايركتلي بالمناسبه mk داير. تعال نعملها، والمفروض نخليها داش بي برضو، الغلطه اللي كل شويه بنقع فيها. وبعد ما عملناها المفروض نعمل لها فيم الملف ده ونقول له كده zabula.com ويب سايت. خلصنا كده، فاضل لي بس ان انا ريستارت السيرفيس، سيرفيس اتش تي تي بي دي ريستارت. خلصنا، شكرا. تعالى لي هنا كده نعمل ايه؟ تعالى نجرب الكلام دون. لما اجي اعمل ريفرش لسه بيسيرف برضو ايه الديفولت ويب سايت من هنا. في عندي مشكله دلوقتي صغيره جدا، في عندي مشكله صغيره جدا اللي هي ايه، ان الاباتشي انا عملت له كونفيجر ان هو يستخدم النيم بيزد فيرتشوال هوست. عشان تقدر تستخدم النيم بيزد فيرتشوال هوست لازم الكلاينت يحاول يكونكت عن طريق مين؟ ها عن طريق الاسم، صح؟ لازم الكلاينت يكونكت عن طريق الاسم. طب دلوقتي الكلاينت، هل الكلاينت يقدر يعمل ريزولف للاسم ده ولا لسه؟ حاليا لو الكلاينت حاول يتنطط ويروح لزعبولة.com ده مش هيعرف يروح له. ليه؟ لان انا لسه ما عملتش دي ان اس، لسه ما عملتش سيت اب للدي ان اس حتى الان. خلاص، فانا ممكن احل المشكله دي، احل المشكله دي ان انا اهارد كود الاسم ده عند الكلاينت في الهوستس فايل. خلاص، فانا ممكن اروح عند الكلاينت كده في الهوستس فايل واقول له ايه الاسم بتاع السيرفر ده كذا كذا. تعالى كده نروح ندور هنا، موجوده في ويندوز. سيستم 32. الهوستس فايل المفروض المفروض فولدر اسمه درايفرز. ليه مش عايز يجيبه لي اهو؟ etc اهو. فاضل لي اهو الهوستس فايل. تعالى ناخده كده للديسكتوب الاول. وتعالى نفتح الملف الظريف ده كده بالنوت باد، نعدله. الاسم بتاعي كان اسمه www.zabula.com، والاسم التاني كان اسمه zabula.com برضو. ممكن احطهم كل اتنين في سطر واحد. مش عارف هل ويندوز هيقدر يسبورت حاجه زي كده، عشان ما اكونش بفتي بصراحه. zabula.com. وتعالى نعمل كده، نقول له الاي بي بتاع الحاج ده 192.168.21.133. خلصت كده. انا بعمل نقطتين دبليو كيو كاني شغال في الفيم ان شاء الله يعني. تعال نرجع الملف ده هنا مكانه ونعمل اوفر رايت الملف اللي فات.
اعتقد ان عندي صلاحيات لكده. ايوه اتعمل له كوبي اهو. المره دي لو جه اليوزر يحاول يكونكت كده، تعالى هنا كده يا سيدي، وحاول تعمل له ريفرش مره ثانيه. بص كده ايه اللي حصل عندي، ها شايف لما جه الراجل يريزولف بالاسم ايه اللي حصل؟ طيب بص لي كده، هل المين سيرفر كونفيجريشن لسه موجود؟ ايوه. ها ايه رايك؟ طب تعالى اعمل كده اسم ثالث، تعالى كده اعمل ويب سايت ثالث ال اس كده، وتعالى كابي كده يا عم تعالى انت هنا 02 ده، خده برده ب02 وسميه لي 03 فيرتشوال هوست دوت كونف. تعالى كده يا عم يا فيرتشوال هوست انت كمان، او تعالى هنا كده هنسميه بدل زعبوله سميه لي اسمه تيست دوت كوم، اسم اي دومين يعجبك، فتكات دوت كوم. يلا عم بنعمل دعايه للموقع الغريب بتاعهم ده بتاع الحريم ده. خلصنا كده الحمد لله، فاضل لي بس اخد الدايركتري دي كده كابي، بعد كده ام كي داير داش بي الحاجه دي، وبعد كده فيم للدايركتوري دي، وتعالى نعمل اندكس دوت اتش تي ام ال ليها. فتكات دوت كوم ويب سايت. خلصنا كده شكرا. فاضل لي بس كمان اعمل ريستارت للاباتش سيرفيس، سيرفيس اتش تي بي دي ريستارت. خلصناها الحمد لله. بقي لي الجزء الخاص بالكلاينت نفسه، الجزء الخاص بالكلاينت. الكلاينت المفروض يقدر يريزولف الاسم دون. طبعا في الطبيعي هتريزولف عن طريق مين؟ عن طريق الدي ان اس، وده طبيعي، بس احنا لسه ما عملناش امبلمنت للدي ان اس، فانا بس بعمل ورك اراوند فقط لا غير، لا اكتر ولا اقل. واقول له كده ان الاسم بتاع 192 168 21 133 ده هو كمان بيباصي لمين؟ لفتكات دوت كوم، واسمه برضو اسمه. خلصنا احنا كده شكرا. برضو انا بحس ان انا بكتب في الفيم، تعال نسيب الكلام ده، نخرج ناخد الملف ده وتعال اوفر رايت مين؟ صاحبنا. ريبليس للكلام دون. تعال هنا كده يا سيدي، عندي المين سيرفر ها شغال. طيب زعبولة ده شغال. طيب التالت الجديد بتاعي ها فتكات ده هو كمان شغال، شايف؟ بقى عندي سيرفر واحد شايل ها ثلاثة. المين هوست نفسه، المين هوست نفسه سميه اي اسم، هو عبارة عن كاتش اب كديفولت، كديفولت ويب سايت فقط لا غير. اي حد هيجيله باي اسم ها هيحاول يجيله هنا، لو حد جاله بالاسم ده او حد طلب الويب سايت بالاسم ده تحديدا ها هيبعته لمين؟ للدايركتوري اللي بتسيرف الملفات للراجل اللي اسمه زعبولة. ولو حد جاله الاسم اللي اسمه فتكات دوت كوم او دبليو 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 فتكات دوت كوم هيبعته لمين؟ للدايركتوري التانية دي. ها وضحت؟ ليه مش بفتح؟ عشان البرميشنز، البرميشنز بتاعت الويندوز مش هتسمح لك بحاجة زي كده، فأنا بضطر آخد الملف بره بعد كده أعمل له ها أو بعمل له إيديت بره بعد كده آخده أعمل له كوبي بيست. هو بيسألك بعدها على طول برميشنز، هل تسمح تعمل حاجة زي كده ولا لأ؟ دي حاجة غبية جدا في ويندوز، مش بإيدي أقسم بالله، ده ويندوز هو اللي غبي حاجه زي كده. يا اما تكون عامل لوجن من الاول كادمنستريتور، لو انت عامل لوجن كادمنستريتور مش هيسالك على حاجه زي كده من البدايه، انما لو انت عامل لوجن بيوزر عادي حتى لو يوزر له صلاحيات مش هيقبل. ما تسالنيش ليه، ده ويندوز، ممكن ترجع لمايكروسوفت فيها او لاي حد بيدرس ويندوز فيها ممكن تساله ليه يعني. خلاص رغم ان مش لاقي له اجابه مقنعه يعني، ما علينا. المهم ها
هل موضوع الفيرتشوال هوستنج فيه اي مشكله بالنسبه لك؟ ها لو قلت لك دلوقتي اعمل لي فيرتشوال هوست هيبقى الموضوع صعب؟ اعتقد سهل جدا صح. طب لو قلت لك انيبل يوزر دايركتوريز، ها هيبقى الموضوع صعب؟ الحاجه الوحيده بس اللي احنا ما اتكلمناش عليها اللي خاصه بالموضوع ده تحديدا هو الجزء الخاص بالاس اي لينوكس، وده هنتكلم عليه ان شاء الله المره الجايه. ماشي، يعني احنا كده بدأنا نقع في الحاجات اللي السينكس ممكن توقفها لنا. وقعنا مره في الاف تي بي ده رقم واحد، النهارده في الاتش تي بي ده رقم اتنين. كده بقى عندنا اكزامبلز ممكن نطبق عليها اللي هنبدا نتكلم عليه في الاس اي لينوكس. قبل كده لو جيت كلمتك على السي لينوكس عمرك ما هتلاقي اي مثال عملي السي لينوكس ممكن تمنعك منه. ادا مثال السي لينوكس ممكن توقف لك السيستم وما ترضاش تشغل فيتشر معينه لانها شغاله، فالنهارده كده ايه اصطدمنا بايه بيها، فلازم نروح نرجع لها بس لما نخلص الموضوع ده. مش كده؟ طيب تعالى ناخد بريك، وبعد البريك ايه نكمل الاس اس ال. ايوه، مش عايز تاخد الاس اس ال النهارده؟ مش عايزين النهارده ولا ايه؟ ايوه دي عايزين ولا مش عايزين؟ طيب تعالى ناخد بريك 10 دقايق ولا حاجه، وبعد كده نرجع نكمل الاس اس ال. ماشي كده؟ تمام ماشي، تعالوا نوقف التسجيل وبعد كده نرجع نكمل تاني ان شاء الله.